السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي أخواتي. اليوم جايبين لكم موضوع جديد وكل الناس يتكلموا عليه، كل الناس سألوني عليه. شنو هو؟ هو الفكرة ديال المشاريع الصغيرة. عندك 4 الخطوات فقط إذا بغيتي دير مشروع ناجح، وإذا طبقتيها هذه 4 الخطوات غادي تكون من كبار رجال الأعمال، وهذه تنضمنها لك وتنبصم لك لها، لكن بشرط أنك تطبق هذه 4 الخطوات. إذا ما عليكم إلا تتابعونا، بعد الفاصل غادي نشرح لكم كل هذه الخطوات. وما تنسوناش بالاشتراك والضغط على زر الجرس. إذا أراه التفاعل ديالكم تساعدنا على العطاء أكثر، لهذا ما تمشوش بعيد. إخواني أحبائي في الله، كما قلت لكم في العنوان أن عندكم 4 خطوات. هذه الخطوات هي سهلة وبسيطة، لكن مجموعة من الناس تيستهتروا بها وما تطبقوهاش. علاش؟ لأن ربما لجهلهم، أو ربما لأنه ما تعطيهمش أهمية وقيمة كبيرة. إذن هذه الخطوات، أول شيء الإنسان خاصه يركز فيه مزيان. شنو هو؟ هو يحدد رأس المال دياله. أول شيء، أول خطوة هي تحديد رأس المال، لأنك أنت إلا ما حددتش رأس المال ما غاديش تقدر تمشي بعيد، لأن المشروع ديالك اللي غادي تبغي تبدأ به إلا أنت ما حددتش رأس المال، راه على حسب رأس المال تحدد باقي الشروط. إلا أنت حددت رأس المال ديالك في 500 أورو، إذن راه خاصك تمشي على قد 500 أورو. ماشي غادي تقول أنا عندي 500 أورو وغادي نشري بها شاحنة ب5000 أورو ولا غندير بها حاجة. إذن عندك رأس المال ابتداء من 500 أورو. هذا المشروع، المشاريع اللي غادي نعطيكم أنا، راه ابتداء من 500 أورو إلى حدود 5000 أورو. إذن الخطوة الأولى، أنت بغيتي تبداي مشروع وما عرفتيش شنو ديري، انا غادي نعطيك الحل، وغادي نعطيكم حل بحكم الخبره والتجربه ديالي اكثر من 14 سنه في التجاره، في الاستيراد والتصدير. عندي فكره، انا ما نعطيكمش مشاريع كبيره، هذه نخلينا من بعد. انا نعطيكم دابا غير مشاريع صغيره، لان مشاريع صغيره كاع هاد المراحل مرينا منهم، ومن المشروع الصغير تتوصل للمشروع الكبير. اذا اول شيء في الفكره ان خصك تحدد رأس المال. غادي دير واحد لاجوندا، ولا غادي دير واحد دفتر، دير تغيير دفتر. غادي اول شيء تحدد فيه انت رأس مالك شحال باش بغيتي تبدا هذا المشروع، لان على حسب رأس المال غادي تعرف فين باغي تمشي وفين غادي توصل. اذا اول شيء، احنا الفكره الاولى والخطوه الاولى، اذا حدد رأس المال، كتب واحد الورقه وستيلو، دير انا رأس المال ديالي اللي عندي حاليا اللي نقدر نوصل ليه هو 500 اورو او 1000 اورو. يعني هنا تنهضروا، علاش نهضر بال 1000 اورو؟ كل واحد يغيروا على حسب العمله اللي عنده في الدوله ديالو. اذا كنت انت في المغرب راه 500 اورو هي تقريبا 5000 درهم، في الجزائر كذلك غادي تحول على حسب العمله ديالك، في مصر، في تونس، في مجموعه الدول العربيه. اذا هاد ال 500 اورو غادي تحاول تحدد ابتداء. علاش انا قلت ابتداء؟ لان اقل من 500 اورو بالنسبه لي انا ما نقدرش نعطيك شي مشروع اللي غادي يقدر ينجح. غادي يكون مشروع عادي وبسيط، لكن راه في الاخير غيبقى محدود، غيبقى في الحدود ديال السقف ديالو اللي تحت من 500 اورو، راه ما غاديش تمشي به بعيد. اذا 500 اورو هي اقل شيء ممكن تبدا بها هذا المشروع او هذه المشاريع الصغيره اللي ان شاء الله غادي نشرحها لكم كل مشروع على حده. اذا الفكره الاولى، اول شيء خططها وحددها، هي قيمه المشروع او قيمه المجال اللي بغيتي تدخل ليه في المشروع الصغير هذا، ابتداء من 500 اورو الى 5000 اورو. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هي تحديد الفئه المستهدفه في هذا المشروع. اذا انت بغيتي دير هذا المشروع، اوكي، انت ما عارفش المشروع، دابا انت جيتي على الله قلتي انا بغيت ندير مشروع، عندي فلوس ولكن اش بغيت ندير؟ الله اعلم، ما عرفتيش. اذا انا غادي نعطيك الحل. اول شيء غادي تحط هذاك كما قلنا الخط الاول، حط راس المال. انا شحال في جيبك؟ راه ما يمكنش غتمشي اكثر من، ما بغيتكش تسلف، ما تسلفوش الا بغيتي تبداو مشاريع صغيره، راه الا تسلفتو غتخسروا، دير بالك، راه الحاجه اللي تدخل فيها السلف راه فيها خساره.
ابدا باللي عندك، غير ابدا باللي عندك وغتجي الفكره وان شاء الله وغادي تشوفها وغادي تتبع معايا وغادي تنجحوا فيها ان شاء الله باذن الله بحكم الخبره والتجربه، ناجحين في 100% اذا طبقتوا هذه 4 شروط فقط. اذا الخطوه الاولى حدد راس المال اللي في جيبك اللي عندك، عندك غير شويه بعتي حوايجاتك بعت ماشي مشكل، ما تسلفش فقط ما تسلفش، لان علاش ما غاديش تشتغل مرتاح وغادي يبقى عليك واحد الضغط وغادي تبدا ناري تتساني هذا خاصني هذا الشهر نعطي هذا، تتولي انت تحسب اذا غتولي تبيع باي حاجه باش ترجع الدين. ما تسلفوش، سير على قدرك كما تنقولوا، سير على قدرك يواتي. اذا 500 حتى 5000 اورو على كل واحد على قدره. اذا الخطوه الثانيه حدد الفئه المستهدفه. اذا انت هذا المشروع اللي بغيتي دير لمن، واش بغيتيه للنساء ولا للرجال ولا للاطفال؟ النساء الرجال والاطفال. وانا نصيحه مني للناس اللي بغاو يبداو بالمشاريع الصغيره يلغيو هذا الثالث اللي هو الاطفال. علاش؟ لان تتكون فيه مراقبه كبيره وتتكون فيه واحد الشروط اللي انت ما تقدرش توفرها بهذاك راس المال. هذوك ديال الاطفال خليهم مشاريع كبيره، لان الاطفال دائما فيهم مشاكل وانت ما غاديش تقدر توفر لهم بهذا المبلغ. اذا حنا دابا لغينا الفئه الثالثه، استهدفنا جوج الفئات يعني النساء والرجال في المنتوج ديالك اللي انت بغيتي دير. اذا غتستهدف هاد جوج فئات فقط، سواء كنتي امراه او راجل. يعني المراه راه هي غتعرف، ممكن تستهدف الرجال ممكن تستهدف النساء ممكن تستهدفهم جوج على حسب المنتوج اللي انت اختاريتي. لكن اهم شيء حدد، وقد ما انت حددتي وتخصصتي قد ما يكون احسن، لانك انت الا بغيتي تخدم على كل شيء ما غاديش تنجح مبدئيا. بدايه انت تتكلم على بدايه، راه اصعب شيء هو انك تشتغل على العام. اذا حاجه اللي تشتغل فيها على العام راه ما غاديش تنجح فيها، ديروا في بالك. راه التخصص هو النجاح، التخصص هو النجاح. اذا انت او انت تخصص في حاجه، يا اما استهدف النساء يا اما استهدف الرجال مبدئيا، ماشي تنقول انا دائما، مبدئيا في المشروع ديالك الصغير على حسب الراس مال ديالك. علاش؟ لان قد ما ركزتي قد ما غتستغل هذاك الراس مال ديالك سواء صغير سواء متوسط، غادي تحاول تاخذ منه وتجني منه ثمار مزيانه واللي غادي يكون فيها ربح ان شاء الله، وانت كما قلت لك انك غتصبح من كبار رجال الاعمال ان شاء الله باذن الله. وهذا راه ماشي كذب، راه صدق بحكم التجربه. اذا انت في الخطوه الثانيه اشنو درتي؟ استهدفتي هذاك الفئه، المراه النساء او الرجال. اوكي، انت دابا حطيت الفكره الثانيه، انت تتصنت ليا وانت حاط ورقه. انا تنقول للناس اللي عندهم غرض وبغى يربحوا وبغى يخدموا، انت تتصنت وانت تتسجل في الهضره، ماشي تسجل غير جوج كلمات فقط، راه تنواصل لك المعلومات، وراه هاد المعلومات راه ماشي اي واحد غيعطيهم لك بالمجان، راه مجموعه من الناس، مجموعه من الشركات، مجموعه من المواقع تيبيعوا لك هاد الكلام وهاد الافكار. حنا راه تنعطيهم لك بالمجان، بغينا نساعدوا مع الجميع، الله سبحانه وتعالى تيساعد كل الناس. اذا الخطوه الثانيه سجل، دير ورقه وسجل ولا اجنده وسجل، وراه ما غتندمش على الهضره تنقول. اذا الخطوه الثانيه استهدف الفئه، قلنا الاول راس المال من 500 يورو الى 5000 وانت كونفرتيها يعني حولها للعمله اللي عندك. الخطوه الثانيه اذا اشنا هي؟ قلنا استهدف الفئه اللي بغيتي انت، استهدف النساء او الرجال. اوكي، سجلتيها. غنمروا دابا الخطوه الثالثه. اشنا هي الخطوه الثالثه؟ هو تحديد المنتوج ديالك المقترح. ما غاديش تحدد منتوج واحد، انت غتحدد 4 5 المنتوج منازل، يعني 4 ديال 5 ديال المنتوجات اللي انت غتقدر تشتغل فيهم. راه ماشي خطا انك تحط 5 وفي الاخر تشتغل واحد. علاش؟ لان الربعه الاخرين غادي يكونوا كفكره جايه من بعد. اذا انا ما يمكنش غادي نجي وغادي نقول انا بغي نخدم بغي ندير حاجه واحده، راه مستحيل، لان ممكن هذيك الحاجه ما تصدقش او يكون عندك من بعد غتكتشف بانها ما تصلحش. اذا غتبقى انت في صدمه اش غدير؟ غيبقى لك شوك وغتبلوكا. لا، انت حدد 4 5 المنتوجات اللي غادي تشتغل عليهم. ولكن السر فين؟ بعض الناس غيقول لك واحد الشيء حنا عارفين، عارفين ان غتحدد 4 5. لا، انت عارف غتحدد 4 5 على حسب الفئه اللي انت استهدفتيها قبل. يعني انت راك انت دابا حنا غاديين مرحله مرحله تنفلتريو تنصفيو، بحال شي كبيتي شي حاجه وتتصفي فيها حتى توصل الفكره الاخيره وتفهم المقصود ديال الكلام ديالي. اذا
ما تسرعوش دائما، راه اللي بغى يدير مشروع ما يتسرعش، ماشي غير سمع جوج كلمات يقول لك واه هادشي راه حنا عارفينه، وسمع حتى الاخر وغتفهم علاش، لان الا سمعتي حتى الاخر غتوضح لك الفكره وغتعرف اشنو المغزى من هذا الكلام. اذا الفكره الثالثه، حدد 4-5 ديال المنتوجات. مثلا غادي نحدد انا مثلا كاميرا بغات تخدم في المنتوجات التجميل، زيت ارغان، زيت جلدان، زيت اي حاجه. انا عطيتكم فكره، يعني افكار هذه من بعد غنشرحها لكم بالتفصيل، غنعطيكم مشروع جوج ثلاثه المشاريع بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. من بعد دابا تنوضح لكم اول شيء، لان قبل ما توصل انت لهذاك المنتوج وخاصك تفهم كيفاش انت غتبدا. الا ما انت ما بديتيش وما شفتيش هذا الفيديو راه واخا دير المشروع راه ما غينجحش، انا ناكد هذا. علاش؟ لان غتشتغلوا بطريقه عشوائيه، اللي دايرينها مجموعه من الناس، تيشتغل صافي تيدبر على فلوس، تيمشي يقول شاف هذا داير الحوايج، تيمشي حتى هو يشري بحال الحوايج، شاف هذا داير، مع العلم ان هذاك راه عنده خبره وعارف، ولا ربما كان يشتغل مع ناس وخذ تجربه وعارف كيفاش تسوق. لان غتمشي راه ممكن نمشيو حنا 50 واحد، نمشيو واحد المصنع ديال الجمله تبيع الحوايج، انت غتختار حاجه وانا حاجه، ولكن هذا غيقدر ينجح وانت ما تنجحش، لان هذا عنده تجربه وعنده خبره، انت ما عندكش، انت اشتغلتي عشوائي لانك قلتي من هذا ما تخدمش. انت خذ شي حاجه اللي مقتنع بها. اول حاجه في المشاريع، الا انت ما اقتنعتيش بالفكره راه والله ما تنجح، انا ناكدها لك 100%. انت اول شيء انا بغيناك هنا تقتنع بالفكره، اشنا هو انت باغي دير، والا كنتي انت مرتاح لديك الفكره ومقتنع بها راه غادي تنجح فيها. اذا باش ما نمشوش عليكم بعيد، ما نكثرش عليكم الهضره، الخطوه الثالثه قلنا غتختار 4-5 ديال المنتوجات. شكون هاد المنتوجات؟ باش نسهل عليكم، ما تحاولوش تختاروا منتوجات كبيره اللي تحتاج راس مال لان ما تقدرش عليه، باش بداو كفكره بداو من المنتوجات ديال الجمعيات. الجمعيات دابا الجمعيات اليدويه او الحرفيه اللي موجودات، يعني تيشتغلوا في منتوجات راه جوده، وتتكون اغلبيه المنتوجات ديالهم بيو، وثالث حاجه تيكون عندهم السعر. ورابع حاجه اللي مهمه في هذا الموضوع، في هذه النقطه الثالثه خصوصا، اشنا هي؟ هو التخصص. كما قلت لكم قبل، تخصص في الفئه اللي هو النساء ولا الرجال، اذا هنا تخصص في المنتوج. دير بالك راه التخصص في المنتوج هو النجاح، التخصص في المنتوج هو النجاح. انت غتقول لي انا بغي كاينين شركات، راه مجموعه الشركات تجي تيقول بحال داك بلا ما نقولوا حنا سميات الشركات، تيجي تقول لك اودي شوف انت الى شريتي والا بعتي لي غتاخذ 20%، ولا جبتي واحد اخر بغى يشري وتسجل معنا غادي نعطيك 100 درهم ولا غنعطيك 10 اورو وغادي نعطيك نسبه 5. هذا سيستم دي ماركتينغ اللي بوحده، هذا سيستم امريكي الاصل، هذا سيستم ديال جيب واحد، واحد غيجيب جوج، وجوج غيجيبوا اربعه، واربعه غيجيبوا سته، شكون اللي رابح؟ هو مول الفكره. اما انت راه غير بيضك دايرينك باش يوصلوا، شحال غادي تجي تجري 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 كما نجح الناس كانوا يخدموا في الوايفيرا، يخدموا في هذه يخدموا في هذه، وفي الاخير اشنو وقع لهم؟ يا اما تيدعسوا مع الناس، لان المنتوج ماشي انت تتحكم فيه هما تيتحكموا فيك. ها الفرق، علاش تنقول لك التخصص؟ لانك انت اللي غتحكم في المنتوج ديالك، هذا تيتسمى منتوجك. وزياده على التخصص ان يكون البراند ديالك. واحد غيقول لي هو البراند هادشي هضره كبيره، ماشي كبيرة شريف، البراند يعني التخصص الاسم. انت غادي تجي باش تبدا، راه اشنو هو النجاح؟ بداية النجاح هو بداية من التخصص. انت دير حاجة وحدة، ما ديرش 10، راه اللي كبر الكرش تفرق عليه، دير حاجة وحدة، ابدا بحاجة وحدة فقط. جيت اسيدي انا نعطيك فكرة، جيتي بغيت تزيد زيت ارغان، اوكي دير زيت ارغان، غنمشي نبري على عشرات الجمعيات ندور عندهم، هذا غيعطيني بثمن وهذا بثمن، ولكن شوف الجودة، ركزوا على الجودة، ما تركزش على الرخيص فقط، ركز على الجودة، راه تيتباع بالسعر بالثمن غالي. كاين الويفيرا، الويفيرا كذلك مطلوبة، كاين حاجات المطلوبين في العالم. إذا هنا ملي تتخصص، أي جمعية غتمشي عندنا غتقول لها أنا بغي ندير زيت ارغان، عندي اسم ديالي خاص. إذا أنا غنشرح لكم في النقطة اللي من بعدها. اذا انت تتخصص في البراند، اذا البراند تدير واحد الاسم خاص به، هذاك الاسم تتسجلو بغيتي مبدئيا على حسب الدوله اللي فيها. اذا كنتي في اوروبا راه ضروري تسجلو من الاول، الا بغيتي تسجلو في اوروبا راه ما تتقامش عليك بواحد الثمن غالي جدا، راه على حسب انت بغيتي تسجلو، بغيتي تسجلو غير عادي وشخصي عندك الحق تسجلو حتى شخصي بلا اسم هنا في اوروبا.
في مجموعه من الدول على حسب انت الدوله اللي فيها. وراه سهله المعلومه، اذا بغيت تعرفها غتعيط للغرفه التجاريه غتسالهم غتقول لهم انا بغيت، انا عندي واحد بغيت ندير واحد المنتوج، ما تحتاج تشرح لهم، ما يعرفوكش هما انت شكون. قول لهم انا عندي واحد المنتوج بغيت نسجل واحد البراند، راه رخيص في الدول العربيه اصلا، راه رخيص الثمن، راه تقريبا ما غاديش يفوت 50 يورو تقريبا على حسب ما عارف. غير هو الفكره واش تسجلوا في اسمك الشخصي ولا اسم كشركه كبارتيتا اذا كرقم ضريبي، لان هذا ضروري وهذا غنتكلموا عليه. اذا التخصص، احنا باش ما ندوخوكمش بزاف، حاول تخصص. هادشي دابا غير خطوط عريضه تنكلمك عليها. اذا التخصص، تخصص واحد البرودوي عجبك، شفتي الناس تخدموا فيه، مثلا ماشي موالين الحوانت ولا موالين تخدم في هذاك البرودوي عجبك، اوكي غنمشي نتخصص فيه. اذا غنبري منين المصدر ديالو، ودا علاش انت نقول لك مصدر جمعيات ماشي الوزير. الوزير غادي يطلب لك واحد الكميه ما تقدرش عليها انت. اذا انت كجمعيه غتقدر تدير لك غير 100 بياسه 200 بياسه 300 ودير فيها سميتك وتبدا شويه بشويه. وان شاء الله راه غادي نشرحوا لكم كيفاش تبدا، غادي نشرحوا لكم احنا كيفاش تبدا من الالف الى الياء بالنسبه للمشروع ديالك اللي غادي نحدو. احنا دابا تنعطيك خطوط عريضه باش تبدا، راه ما يمكنش تبدا وانت ما عارفش، ما يمكنش حتى تبدا وتقول لي انا بغيت ندير وانت ما عارفش اشنو باغي دير. اذا حددنا لك الخطوه الاولى شنو هي، راس المال من 500 ل 5000 اورو، اوكي. الخطوه الثانيه تخصص في النساء، الوجهه اللي انت متوجه ليها شكون، النساء ولا الرجال. والخطوه الثالثه اشنا هي، قلنا هو التخصص في المنتوج. التخصص في المنتوج، اذا لما تتخصص في المنتوج تدير لي البراند ديالك، الاسم خاص، تختار واحد الاسم دائما يكون خفيف في اللسان سهل النطق، تكون دائما النجاح ديال الاسماء تكون من 3 إلى 5 أحرف فقط، ماشي دير لي قصه حياتك تقول لي واه هذا شي اسم ثلاثي الابعاد. الاسم دابا الاوروبيين والامريكيين علاش ناجحين، تعطيك اسم سهل 4 3 5 من 3 إلى 5 حروف سهل النطق، وتلقى كاع اغلبيه الاسماء الناجحه تتمشي من 3 إلى 5 كاينين حتى ل6 الحروف بشرط ان يكون سهل في النطق. الا انت نطقتيه سهل راه سهل حتى للناس، انت دائما طالق من نفسك، راه الحاجه الا عجبتك راه تعجب الناس، والحاجه الا انت نطقتيها سهله راه غينطقوا الناس سهله. اذا دائما راه بعض المرات ما تحاولش تصنع في الاسم، تبدا دير شي اسم بحال ما تيديرونا ابو كذا ولا با شي اسم خيالي ولا شي اسم الافلام ولا لا ما خاصكش، شو ها اسم يقدر نطقوها شي طفل عولتك ولا بنتك ولا اخوك ولا اي سهل بسيط، وكاين شي اسم متداول مع الناس، شي اسم بسيط جدا. وعندك يعني الخطه الرابعه، كما الخطوه الرابعه حسكنا دابا على 3 خطوات، اشنا هي الخطوه الرابعه؟ هي البدايه ديال التطبيق والخطه ديال التسويق. بدايه التطبيق والخطه ديال التسويق، اشنا هي البدايه ديال التطبيق؟ البدايه ديال التطبيق انك انت غادي تمشي الغرفه التجاريه ديال المنطقه اللي تابع ليها باش تسال على انك انت غتفتح واحد رقم ضريبي، لان دائما غتبدا برقم ضريبي. بحال في المغرب تيقولوا نيميرو باتون، هنا في ايطاليا بارتي تايبا، لان هنا رقم ضريبي راه فيه انواع، راه رقم ضريبي شركه عندها رقم ضريبي، مصنع عنده رقم ضريبي، وانت كشركه صغيره او كمقاول ذاتي او على حسب كل دوله كيفاش تسمي الاسم، او كحرفي او هادو تتحاول تاخذ ارخصهم اللي هو رقم ضريبي عادي بسيط باش تسجل عليه الاسم وتتبدا تشتغل قانوني. اذا واش تدير؟ تتشوف مع محاسب كونطابل اللي تيسجلها لك. علاش؟ لان هذاك المحاسب غتحتاجو انت في التصريح بالدخل، لان ضروري ما تخدمش عشوائي، راه الا بديتي صحيح غتوصل صحيح. وراه هاد الناس راه ماشي شي حاجه غاليه، راه كونطابل غتحتاجو مره في السنه، لان الحسابات ديالك انت غادي تكون صغيره غديرها بنفسك. هذاك الكونطابل ديالك المحاسب غتحتاج انت على اساس جوج حوايج فقط، انه غادي يعمل لك التصريح بالدخل، وثاني حاجه غيعمل لك البيلانشو اللي هو الميزانيه ديال هاد الشركه ديالك. الميزانيه هادو جوج حوايج ضروريين خاصهم يكونوا عند اي شركه. الا بغيت تمشي انت في درب النجاح خاصك تبدا يعني صريح وصحيح من الاول، ورا ما عندك حتى شي ضرائب، ما عندك حتى شي حاجه، لان في التصريح ديال الدخل انت تتكلف، انت تتصرح بكل شيء
تكون دائما عندك في السنه الاولى والسنه الثانيه دائما تكون عندك لا جوراسيون المساعده من طرف اي دوله تعطوك الاعفاءات مثلا في اوروبا في السنتين الاولى اعفاءات من الضريبه مساعدات الى بغيت تشري مثلا الات خاصين بك بغيت تشري منتوج بغيت تشري سياره اي حاجه عندك لا جوراسيون يعني مساعدات بالنسبه لهذه المشاريع الصغيره علاش علاش باش انت توقف على رجليك هذه مساعدات تكون كاينين مزيان في المغرب مثلا 5 سنوات دايرين 5 سنوات عندك باش انت توقف على رجليك لو اكثر من 5 ما وقفتيش على رجليك صافي يصير الغي لكن انت الا تبعتي هذه الخطوات راه ما غاديش تخسر وناكدوها لك 100% هذه مهمه جدا 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 انت طبقت الخطوه الاولى راس المال طبقت الخطوه الثانيه تحديد الفئه المستهدفه طبقت الخطوه الثالثه تحديد المنتوج تخصص تخصص دائما في المنتوج وفي البراند درتي براند خاص بك اسم خاص بك اوكي اسم خاص بك الرابعه بدا التطبيق غنمشيو عند المحاسب غيصاوب لينا هذاك المحاسب يقدر يكلفنا 50 اورو لانه غادي يصاوب لك غير مره في السنه بالنسبه للتسجيل ممكن تسجل انت غير بنفسك ما تحتاجش المحاسب الاول تمشي انت للغرفه التجاريه تتسجلوا يعني هذيك اجراءات بسيطه ما تكونش اجراءات معقده بحال شركات تمشي للمحكمه تمشي كذا وتسجل هذوك الشركات كبار انت كشركه صغيره يعني كحرفي ما تنطرقش كشركه غتنطرق كحرفي علاش او مقاول ذاتي او يعني كل واحد كيفاش يسمي باش ما تخلص ضرائب اذا هنا نمر المرحله اشنا هي هي خطه ديال التسويق اذا انت غتحط واحد الخطه ديال التسويق انت دابا درتي هذا البروبليم جيتي قلتي اوكي انا تخصصت اسيدي انا درت فيه البراند درت فيه الاسم ديالي درت انا واحد الاسم ديالي انا المهم اسم خصصته اذا اش باقي خاصك اذا ماشي غادي تشدو وتخزنو في الدار ديالك وتبقى تصنت لي لا خاصك تسوق دابا الناس اللي مطورين ما بقاش يهز السياره ديالو ويبقى يدور في المدن وخسر المازو وخسر الوقت واي واحد توجهتي ليه دير في بالك انت كواحد جديد ما غاديش يديها فيك غادي يقول لك واحد تترجع عندي ونشوف ما غيخلصكش غايقول لك اودي انا ما نقدرش نريسكي انا نقول لك حط ليا شحال حط ليا كرتونه نجرب وكاينين الناس اش غايدير لان اغلبيه ديال الناس تيبغيو يخدموا شي حاجه اللي معروفه ما يبغيش يضيع معاك انت الوقت اذا علاش غيضيع معاك انت الوقت اذا انت هذوك الناس امتى غتمشي ليهم ماشي دابا من بعد يعني انت ملي دير هذه الخطه هذه الرابعه خطه التسويق اذا ملي غتمشي لهذه من بعد عاده انت غادي تمشي عند مالين هذوك الحوانات والدور عندهم وهما غيقدروا يجوا عندك انت بلا ما تدور عندك اذا اش خاصك دير اول شيء في الخطوه الرابعه من بعد المحاسب غادي تفتح حساب بيزنس في الفيسبوك يعني حساب ديال شركه بيزنس فيسبوك مجاني فيسبوك تعطي لك مجاني ما تخلص حتى ريال امتى تتخلص ملي تبغي دير واحد الحمله دعائيه اذا انت فتحتي حساب ودير في بالك دائما ما تفتحش حساب باسمك لا افتح حساب بيزنس باسم البراند اللي درتي فهمتي احنا تنقولوا مثلا براند لافاتسا اذا انت اش غدير في فيسبوك غدير لافاتسا هما تيقولوا دير حساب دير حساب لافاتسا ايطالي لافاتسا ماروك لافاتسا الجيري انا عطيتكم غير مثال انت البراند ديالك زائد بغيتي تحدد الدوله او بغيتي تحدد انت هو المنتوج ديالك ما بغيتيش دير على الاسم ديال البراند فقط في اسم الصفحه اش دير تتبقى تدخل تدير الصور غتستعن واحد المصور اي مصور يكون عنده محل محترف غتمشي دير ليه داك البرودوي ديالك غدير ليه كرتونه ديال البرودوي ديالك هو غادي يدير لك التصويره غير من القرعه ديالو يعني كاين الناس تيقولوا القرعه كاين تيقول الدبوزه كاين تيقول الشيشه كل على حسب الدوله غادي دير ليه هذيك القريعه ولا هذاك الشيء اللي درتي انت بلا امبالاج ديالها تيصور لك الحاجه بوحدها تيصور لك الكرتونه يعني تحاول دائما دير واحد 20 30 صوره انت غتخلص وغتخلص خليه يقول لي صور ما تبقاش توري لي خليه هو انت دائما حاول دير راسك ما تعرفش هذاك المصور راه دائما غيحاول هو يجتهد باش يبقى شادك انت قول لي اودي انا راه عندي شركه وبغيت نخدم ودابا غنجربك اذا درت لي الصورات مزيان ومشى راه غادي يجي نجي عندك اذا انت هو راه غادي يجتهدك في الموضوع اذا بعد ما غيدير لك هذوك التصاور حاول دير واحد 20 30 صوره اش غدير انت غتبدا تلوحهم في البوست تما وكاين عندك غادي تسجل في الماركت بليس ديال فيسبوك تتبدا تعرض المنتوج ديالك غادير تصويره زوينه وغادي دير واحد يعني وصف
انت دابا درتي مثلا زيت ارغان تكتب لتحت ديالو الوصف ديال هذا الارغان كذا لا تحتاج لا كذا كذا وتديرو بالعربيه مثلا انت الا عندك فيسبوك بالعربيه ولا تتفعل واحد الخاصيه في الفيس تتسمى ديال الترجمه التلقائيه يعني انا في ايطاليا انت درتيه في المغرب او في الجزائر بالعربيه انا الا حليت الفيس ديالك انت هنا في ايطاليا تعطيني بالطاليانيه بالترجمه ايطاليه بشرط انت حاول تكتبوا باللغه العربيه ما تكتبوش بالدارجه انا نوضح لكم هذه المعلومه ما تكتبوش بالدارجات او باللغه العاميه ديال الدوله ديالك كتبوا باللغه العربيه الفصحى اذا علاش لان الفيس تقدر يترجم في اي دوله جاء امريكي بغى يفتح الفيس تيطلع عليه كذا ودير انت انك على اساس انك ترسل لجميع دول العالم باستثناء ممكن دير بعض الاستثناءات لبعض الدول اللي ما بغيتيش انت ولا ما تعجبكش اذا الدول تقدر وحاول دائما نعطيكم مثال الناس اللي بغى يستهدفوا يستهدفوا في الفيس يستهدفوا اوروبا ويستهدفوا امريكا راه هنا يخدموا بالهبل يستهدفوهم اول شيء غادي تحط فيه ما عرفتيش تدير الفيس تاني الناس شحال تعطي دور معاه راه يدير لك الدراري تطيروا اي واحد طلبوا غادي يصوب لك الفيس عاولتك الا كان عاولتك يصوب لك صفحه ديال الفيس اذا ملي تدير هذيك الصفحه ديال الفيس تدير فيها حساب بيزنس اش باقي لك تدير موقع هنا الموقع مواقع راه ما تيفوتوش 50 60 اورو في السنه يعني باش تخلص علاش باش دير دائما الاسم بالبراند ديالك بداك البراند اللي درتي راه خاصك تكبرو علاش انا ما تنعرفكش انا ضربت في الانترنت تنبري على زيت ارغان غادي يطلع ليا الا كنت انت الا كنت انت داير موقع وديرو بالاسم ديالك اسمع ليا مزيان درتي موقع درتي حساب في الفيسبوك ياك ودرتي بداك البراند وتسجلتي في ماركت بلايس وغادي تخلص واحد 5 اورو باش دير واحد الحمله دعائيه فيسبوك انت ملي تدير ديك الحمله اورو كاين يعني فيديوهات كثيره تتوري لك كيفاش دير حمله دعائيه بالنسبه للمنتوج ديالك فين غادي ديرها غتستهدف انت الدول اللي بغيتي استهدف اوروبا عامه واستهدف الدول الامريكيه امريكا وكندا فهمت استهدف غير هذا حمله دعائيه دايره شحال 5 اورو 5 دولار كل نهار تديو دولار تستهدف انت ديرها 5 ايام إذا استهدفتي في هذيك الخمس أيام بهذاك المنتوج ديالك نأكد لك غادي تبيع منه واحد النسبة كبيرة جدا وأنت وزهرك وأنت والديزاين ديالك يعني الديزاين اللي غادي دير في ذاك البراند ديالك هو اللي تيلعب دور هنا نسبة الشراء ديال الناس هي 50% ديال الديزاين الديزاين بذكرى عندنا ناس تيطيرو وتيديو مساكن بلاش يخدمو بلاش ماشي بحال أوروبا هنا غالي أنا باش يديك ديزاين راه خاصك واحد المبلغ خيالي اذا خاصك واحد 3000 اورو ولا 2000 اورو ما تقدرش عليه انت كمشروع صغير اذا حاولوا تستعنوا واخا تكون انت عندك شركه هنا في ايطاليا وبغيت تشتغل حاول تستعن بالناس اللي في الدوله ديالك في مسقط راس ديالك راه الناس تخدموا وناس عندنا تقنيين وعندنا ناس دي ديزاينر انت ما عرفتيش حتى شي واحد راه كاينين مواقع بحال فريلانس وكاين مواقع عربيه خمسات كاين بزاف هاد المواقع اللي تيساعدوا ومبالغ زهيده يعني بسيطه 10 دولار 5 دولار 15 دولار تيصوبوا لك هادشي اللي بغيتي ممكن يصوب لك موقع ممكن لان اصلا انت الموقع اللي غديره فيه غير جوج صفحات غدير موقع فيه الصفحه الاولى اللي هو داك المنتوج ديالك بالكرتونه والمنتوج ديالك في لومبالاج والمنتوج ديالك لا ديسكريسيون يعني الشرح اشنو تيدير اشنو كذا اشتي اذا كان تجميل اشنو كذا تشرح خاصك قد ما فصلتي وشرحتي قد ما الناس تيدخلوا وتيقتنع خاصك انت تقنع هذاك الكليان هذاك الزبون ديالك اذا انت قنعتيه اذا انت اقتنعتي بعدا بهذيك الصفحه ديالك وقريتي وعجباتك راه غتعجب حتى الناس دير بال اذا انت من تدير موقع حتى هو حسب عليه واحد 50 60 اورو سنويا علاش لان تدير الاسم ديالك دوت البراند ديالك .it ولا كوم ومن الاحسن ديما حاولوا ما ديروش تخصص ام ا ولا هذو ديروا دائما كوم عالم يعني اون جينيرال الى درتكم يكون دائما احسن تيكون غالي ولكن غيكون 60 اورو 50 60 اورو هذه الا بغيتي تاخذ الاستضافه والموقع وكل شيء راه ب 60 اورو بغيتي تشري الاسم ديال انت موقع في الاستضافه مجانيه وتدخل ليه مع 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 الاسم اللي اختاريت راه دايرين 5 اورو 10 اورو الاسم الدومين تشري ب 10 اورو للسنه والله يعاون اذا انت حاول دائما تبدا باقل ولكن الا بديتي بروفيسيونال في هذه المسائل راه يعني هي مسائل بسيطه يعني هنا ملي تكلمنا هكذا باش حد تكلمنا مصاري فيسبوك 5 اورو الا درتي انت 4 الحملات في الشهر 4 في 5 20 اورو الا درتي انت موقع ب 60 اورو حتى درتي 80 اورو راه ما تكفاكش حتى مازوط الا بغيتي تمشي تدور على الحوانت وانت غتدخل عند الناس كاملين ديورهم وكلشي الناس اغلبيتهم دابا تيديروا الحملات في الفيس
وتدير حساب موقع ديالك حتى هو الا بغيتي دير الاشهار تتخلص جوجل هذاك شويه غالي نخليه في المرحله الثانيه وتدير واحد القناه خاصه بك وتبدا تهدر ما قدرتيش تهدر شوف دوك اليوتيوبرز اعطيه المنتوج ديالك تاه معاه راه كاينين الناس اللي تيتساعدوا كاينين الناس اليوتيوبرز اللي تيتساعدوا غير مبلغ بسيط تيبغي مسكين حتى هو يتعاون معك يدير لك الاشهار الا دار لك الاشهار واحد اليوتيوبرز اللي عنده 100000 منخرط شحال بغا يشد من عندك راه ما غاديش يشد عندك تقدر يكون عامل العائله ديالك يقدر يبغي يساعدك الله اعلم اذا هنا ها هو عطيتك دابا هذه فكره ديال المشروع صغير من 500 الى 5000 اورو وراها ناجحه 100% الى طبقتوا هذه الخطوات شو دابا هذه الهضره كامله راه تقدر تنقذوا شحال من حاجه اذا ما عليك الا اش غدير تعاود الفيديو مره جوج ثلاثه وتسجل هذه الخطوات اللي تكلمت عليهم كاملين الا ما صبحتيش من كبار رجال الاعمال جي عندي قول لي انت راك ما تعرفش وانت غير تتهضر علينا خاوي اذا بلا ما نطول عليكم حنا ان شاء الله في الفيديو القادم غنحاولوا نتخصصوا ونشرحوا لكم الفيديو اللي غنتكلموا على البرودوي غنحاولوا نتكلموا على برودوي واحد ونشرح لكم الطريقه من الالف الى الياء دابا نعطيتكم خلاصه عامه اذا دابا غنديروا التخصص حنا وغنعطيكم المشروع الاول اذا غنبدا معكم مشروع بمشروع ما عليك الا تشترك في قناه جاليه العربيه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد واللي عنده اي استفسار او تساؤل او اي شيء بغانا نرد عليه ما عليه الا يكتب في التعليقات اذا وراه التفاعل ديالكم تساعدنا على العطاء اكثر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته